اتكلمنا مع حضرتكم في بداية الحلقة عن فيروس كورونا مرة تانية وإعادة الضوء ليه، ورغم انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول الأوروبية منهم طبعا إيطاليا اللي أعلنت عن معدل الإصابة اليومية تجاوز 60,000 شخص، لكن ظهرت عندهم إشكالية تانية بقى بخصوص إغلاق عدد من المستشفيات، وده بسبب يعني نقص في الأطباء والممرضين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية اللي بينضم لينا من روما عبر الزوم. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. يعني في البداية حابين طبعا نطمن على الوضع الوبائي لكورونا في إيطاليا. نعم، بالنسبة للوضع في إيطاليا يستمر بالتحسن. إحنا زي ما من تقريبا أشهر بنقول انه بدايه نهايه الفيروس، وخصوصا الاعراض الخطيره، بتراجع تقريبا 25% من نسبه الاصابات، تراجع تقريبا ازيد من 21% نسبه التوفي. هاي الاحصائيات عالميا. إيطاليا بالنسبة لهذه الإحصائيات أزيد. ليش؟ لأنه في عندها نسبة التطعيم عالي، وفي نفس الوقت أزيد أن الإصابات قلت يا فندم؟ تراجع الإصابات يعني أزيد أن الإصابات تراجعت أكثر من 25%؟ نعم، إيطاليا في عندها تراجع كبير. هاي النسبة اللي أنا ذكرتها عالمياً. في دولة من دولة تختلف. إيطاليا بالنسبة لهي النسبة أعلى، في تراجع كبير وباستمرار، وخصوصا الدخول إلى المستشفيات وإلى غرف الإنعاش، وفي نفس الوقت إصابة الأطفال وإصابة المسنين بتراجع كبير. عشان دكتور فؤاد، يعني خلينا هنا نقف عند يعني الأعراض اللي بتصيب المواطنين في إيطاليا في الموجة السادسة من فيروس كورونا تحديدا. إيه هي الأعراض الخاصة بالإصابة لهذه الذروة أو هذه الموجة؟ بالنسبة للأعراض الكورونا فيروس، زي ما بنعرف في أخرى اليوم وبنشوفه يوميا، بالنسبة للأعراض اللي بعد الكورونا أو يعني الإصابة، وخصوصا التعب بكثير، الصداع، وصعوبة التركيز. بالنسبة للشباب خصوصا لما يرجعوا يعملوا رياضة، في كثير من الحالات اللي بنشوفها انه في عندهم تعب كثير. بالنسبة للمسنين، تعب خاص بالأعراض التنفسية هنا حضرتك تقصد؟ يعني حتى الآن كل الأعراض اللي حضرتك ذكرتها هي الأعراض المتشابهة مع نقدر نقول الويف أو الموجة الأولى من فيروس كورونا. يعني هل نقدر نقول إن هي رجعت تاني لنفس الحدة الخاصة بالإصابة في الموجة الأولى؟ بالنسبة للأعراض اليوم، الأعراض كلها تقريبا 95% من الأعراض خفيفة وتشبه الأعراض زي الإنفلونزا. نعم. بس في حالات اليوم اللي بنشوفها بكثير. ليش؟ لأنه نسبة المصابين اللي بنشوفهم بعد الإصابة في استمرار ببعض الأعراض اللي هي أولا التعب، وخصوصا في ممارسة الرياضة. نعم. صعوبة التركيز، في نفس الوقت في الواحد بيقدرش ينام بسهولة، صعوبة النوم، وفي نفس الوقت القلق. هذول الأعراض موجودة بكثير بعد الشفاء أو بعد نهاية حالة الإصابة في كورونا فيروس. طيب، في بعض الأنباء يا دكتور بتقول أنه في إغلاق لعدد من المستشفيات في إيطاليا، هل ده حقيقي؟ نعم، إيطاليا إحنا كنقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا من أزيد من 10 سنين، وإحنا نقدم اقتراحات عشان نحل هاي المشكلة. في إيطاليا في نقص كبير، إحنا بحاجة ل 70,000 ممرض، ل 130,000 طبيب. للأسف في أطباء كثيرين
يتركون المستشفيات الحكومية من التعب ومن الرهق، وكثير بفضل العمل في المراكز الخصوصية. في ناس، في شباب كثيرين يتركون إيطاليا، فيش عدد كبير من الأطباء العائلي، أطباء الأطفال. عشان هيك في 20 سنة تم إغلاق 300 مستشفى في إيطاليا، وحسب الإحصائيات اللي قدمناها كنقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا والرابطة الطبية الأوروبية في والرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إنه في خلال 6 سنين سوف يتم إغلاق أزيد يعني من 100 مستشفى، وإذا بلكيش حل. وإحنا الحل اللي اقترحناه استعمال كثير الأطباء الأجانب اللي موجودين في إيطاليا واللي بدهم يجوا من الخارج. يعني يا فندم الأطباء بيسيبوا المستشفيات الحكومية عشان يلتحقوا بمستشفيات خاصة، ولا سبب أنه في نقص أصلاً في عدد الأطباء؟ لا، العدد الأطباء والممرضين هو السبب الرئيسي، لأنه في كثير. إحنا تقريباً يعني باستمرار لنقابة الأطباء يوصلنا طلبات، يرجع كثير من الأطباء العرب والأطباء الأجانب المتخصصين الذين يريدون العمل في إيطاليا أنهم يعملوا ويقدموا أوراقهم إلى السفارات الإيطالية والعمل في إيطاليا، لأنه في نقص كبير، وخصوصا في بعض التخصصات، خصوصا في مجال الطوارئ، في مجال الجراحة. نعم. دكتور فؤاد، يعني هذا بما يخص أو فيما يخص الشكل العام للمنظومة الصحية في إيطاليا تحديدا. عاوزين نعرف إيه هي بقى الحلول اللي تم تقديمها لحل هذه الأزمة. يعني هل ممكن الاستعانة بأطباء من الخارج مثلا؟ هذا الحل اللي إحنا طرحناه في بداية الوباء. أنا قدمت اقتراح إنه نستعمل كثير الأطباء اللي من الخارج بدون عمل تعريف الشهادة أو كل الإجراءات اللي لازم يعملوها. الحكومة الإيطالية عملت قانون وأجوا كثير من الأطباء من الخارج، من روسيا، من أوكرانيا، من مصر نفس الشيء، من تونس، وقدموا عمل بدون تسجيل لنقابة الأطباء أو بدون تعريف الشهادات. عشان هيك إحنا بحاجة لأطباء، أطباء متخصصين. وحسب رأيي لازم إيطاليا تعمل إجراءات ضرورية، لأنه الوضع صعب، وكثير من المراكز الطوارئ عندها صعوبة كبيرة. امبارح في مستشفى نابولي كان الوضع صعب كثير، 25 طبيب استقالوا في مركز في المراكز الطوارئ تاع مستشفى نابولي، وهي كارثه كبيره للاسف، مع كارثه وباء كورونا فيروس اللي شفناه في السنتين هذول. يعني بنتمنى طبعا السلامة ولكل يعني إيطاليا وأوروبا والعالم أجمع أكيد. كل الشكر للدكتور والطاقم الطبي أكيد. بنشكر الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية.